اللهم صل على محمد وآل محمد. كيف نملك قلب مولانا الإمام الحجة؟ كثير هم المنتظرون، كثير هم العاشقون، كثير هم التواقون، كثير هم البكاؤون. من أجل رؤية الإمام الغائب صاحب العصر والزمان، لطالما سمعنا عنه، لطالما قرأنا عنه، لطالما رددنا السلام عليه، لطالما رسمنا بالخيال نمسك يد إمام زماننا نجدد له العهد، لطالما قمنا وقوفا نهتف اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، كم كسونا أسماءنا حلة حين نسبناها إلى اسمه. خادم الحجة، عاشق الحجة، نور الحجة، منتظر الحجة، ولكن ما هي حقيقة واقعنا اليوم؟ هل حاولت في أحد الأيام مخاطبا إمام زمانك قبل أن تقدم على المعصية: يا صاحب الزمان، أنا لن أعصي الله حتى أستطيع أن أرى جمالك لأدخل السرور على قلبك؟ فلننظر نظرة وإن كانت عابرة: هل الإمام صاحب العصر والزمان يحتاج منا أن ننتظر؟ أن نشتاق؟ أن نذرف الدموع فقط؟ الإمام يطلب منا أن نكون قادة بأخلاقنا، يريد منا أن نصون ألسنتنا، يريد منا أن نهذب أنفسنا ونلبسها ثوبا زاهيا من الأخلاق الفاضلة التي تشهد بأننا حقا من المنتظرين. علينا أن نستمر في إدخال السرور على قلب صاحب الزمان. سوف تجدون يوما من الأيام بأن أسلوب حياتكم قد تغير، فإن الحجب سوف تسقط فقط لنستمر في إدخال البسمة على وجه صاحب الزمان. عندما نكسب قلب صاحب الزمان، هذا يعني أننا كسبنا خير الدنيا والآخرة. من مثلي وإمام زماني راض عني؟ اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.